احنا اليوم في الشهر التاسع ديال الاضراب ديالنا منذ دجنبر 2023 ونحن نعاني احنا والاسر ديالنا كما شرتي ليه زعما المراه الحامل وكتولد ولكن الازمه ديالنا مازال ما بغات توصل الوقت المخاض ديالها ما فهمناش شنو كيتسناو المسؤولين باش يلقاو معنا حل واقعي في حين انه احنا طالما تشبتنا بالمنطق ديال الحوار منطق العقل منطق اننا نجلسوا نلقاو حلول واقعيه كيتم العرض علينا مجموعه من الاجراءات زعما كنعتبروها فاشله لانه كون كان زعما تلقى تطلعات الطلبة كون دخلوا الطلبة ماشي ناس عدميين ولا شي ناس اللي باغين انهم يستمروا في الازمه بالعكس حنا ما كنهضرش ان الازمه سهله ولكن مايمكنش يطبقوا علينا اصلاحات عشوائيه مايمكنش اننا نستمروا في هذه الطريقه العشوائيه باش اننا يتم التعامل مع الملف ديالنا بغينا حلول علاش غيمشيو دفعات ضحيه اصلاح غير مكتمل في حين انه جاء اصلاح ديال الاصلاح فيما بعد باش يطبق على الدفعات الجديده علاش حنا كطلبه غيتم التضحيه بينا وتتم التضحيه بالتكوين ديالنا هذا امر لا يعقل ولا يمكن الاستمرار في هذا المنهج لا نريد سنه بيضاء واكدنا عليها راه اكثر من 4 شهور ولا 5 شهور حنا كنقولوا لا نريد هذا السيناريو في حين انه كيتم الدفع ديالنا لهذا السيناريو بخطه ثابته شكون اللي غيستافد من هذا السيناريو واش حنا واش البلاد ديالنا حتى واحد غيستافد منه علاش ما يتمش التعامل مع المطالب ديالنا بجديه ديروا لنا حل بغينا حل شنو هما هاد المطالب اصلا هما مطالب اكاديميه محضه ماشي مطالب فئويه شنو بغاو هاد الطلبه كاع شنو طلبوا لي مستحيل باش اننا نجلسوا على طاوله الحوار باش اننا نتفاعلوا معاهم المطالب والامور العالقه تم بسطوها على مختلف الوساطات تم بسطوها ايضا على طاوله الحوار شرحنا شنو هما النقاط العالقه شرحنا فين كاين المشكل اذا لم يتم التعامل مع اولا المطالب النقطه الثانيه زعما حتى هي كتبقى مهمه الامور اللي جات في السياق ديال الاضراب يعني حل المجالس التوقيفات التي طالت الممثلين علاش ما يصدروش بلاغات رسميه بانه تم الغاء هذه القرارات علاش اصلا داروا هذه القرارات حقنا حيت وصلنا الصوت ديال الاخوان ديالنا شنو درنا كاع وصلنا الصوت ديال الطلبه حيت تقاسوا في التكوين ديالهم علاش غيتم اننا زعما غنشوفوا في السياق ديال اننا نديروا العقوبات الى اخره اذا كنزيدوا من الازمه كتزيد تاجج اكثر واكثر فكنتمناو ان الرساله ديالنا توصل للمسؤولين لا نريد هذا السيناريو ومن المعيب انه يتم ترتيب مجموعه من الطلبه فقط لانهم قالوا كاين واحد المشكل في التكوين ديالنا يتم التفاعل مع المطالب والطلبه غيدخلوا وهذا الشيء اكدنا عليه مرات ومرات اكيد حنايا مازلنا متشبثين بالحوار وطرقنا باب وساطه جديده مع وسط المملكه ونامل خيرا انها تكون باب الفراج الازمه الا انه عاوتاني اليوم في ظل اننا زعما عندنا وقفه احتجاجيه سلميه باغي نغلصوا صوتنا كنجيو كنلقاو ان الكليات كتصدر اوامر بانه ما يكونش زعما الطلبه في المحد ديالهم ولينا كنجريو على الطلبه من المحد ديالهم ما وقفوش قدام الكليه راه عيب وعار هادشي اللي وصلنا ليه الكليات كيجريو علينا عباد الله